هل لابد من تناول الكالسيوم مع فيتامين د؟ السؤال ده حلو جدا. ناس كتير بتبقى فاكره ان انا لو انا عندي نقص كالسيوم لازم يبقى عندي نقص فيتامين د او العكس، رغم ان هما مرتبطين ببعض، لان فيتامين د بيساعد جدا جدا على امتصاص الكالسيوم اللي داخل جسمي من طعام او حتى من ادويه. بس انا عملت حلقه قبل كده بالتفصيل عن وعرضت تقارير من المعمل عن حالات بيكون مفيش فيها نقص كالسيوم بس فيها نقص فيتامين د، او العكس ان مش شرط، ممكن الكالسيوم طبيعي بس فيتامين د ناقص، يعني في حالات كده. ولكن دايما المكملات الغذائيه اللي هنلاقيها فيها كالسيوم وفيتامين دي كتير كده. ليه؟ عشان لو الكالسيوم اصلا ناقص، المشكله ان احنا ناخد معاه فيتامين د ما بتبقاش بنسبه عاليه قوي زي ما احنا متخيلين، ما بتبقاش زي نسبه فيتامين د اللي احنا بناخده لوحده. لو في نقص اصلا عالي في الجسم، احنا بناخد فيتامين د ممكن في ناس بتوصل لحد 50,000 وحده دوليه من فيتامين د يوميا في حالات كده، وممكن اكتر كمان. ولكن انا لما بيبقى عندي نقص كالسيوم طبعا يفضل ان انا اخد الكالسيوم مع فيتامين د عشان يسرع النسبه اللي داخله دي، يسرع امتصاصها او تمتص نسبه كبيره منها، يعني اكتر من 80 او اكتر من 90% الكبيه اللي داخله في الدواء دي. وبرده كذلك لو انا برده باخد مثلا كالسيوم من الاكل بقى، يفضل ان انا اخد فيتامين د برده معاه. بتعرض للشمس كويس، اخد فيتامين د من الاكل في ايه؟ في البيض، اللبن، موجود في السمك، موجود في اللحوم نسبه كبيره من فيتامين د برده، فهو بيساعد على امتصاص الكالسيوم طبعا.